أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن التمكين عن فتح باب الترشح للدورة الثالثة لجائزة البحرين لريادة الأعمال لعام 2016-2017، والتي تقام للسنة الثالثة على التوالي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية. وقد أكد الرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم جناحي في مؤتمر صحفي أن الجائزة متنسقة مع الرؤية الاقتصادية لعام 2030 الهادفة لتطوير القطاع الخاص وجعله أساسا في مسيرة البحرين التنموية. وستقوم لجنة من المحكمين تضم عددا من أشهر رواد الأعمال في المنطقة بتقييم الطلبات بناء على نمو المشروع المتقدم وتأثيره الاقتصادي واستغلاله الأمثل للمواهب والكوادر. الوزارة لديها إيمان راسخ بأن هاي الانتربرنورز والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئين هم راح يكونون يعني العمود الفقري لأي اقتصاد، وبناء على هاي الإيمان الوزارة مصرة على استمراريتها في هاي الجائزة والمشاركة وأن تكون عضو فعال في هاي مع الأعضاء الآخرين في هاي الجائزة. سنة عن سنة قاعد نشوف إن البرنامج قاعد تتطور، وقاعدين يعني مثل ما يقولون الشركاء قاعدين يضيفون فيه أشياء جديدة، وقاعد نشوف مثل ما قال الدكتور تفضل الدكتور، فأول سنة كان 90 مشارك ارتفع ل 120 بشكل ملحوظ، ونتمنى إن هالسنة بتكون يعني المشاركة بشكل أكبر. وطبعا كل هذه لها مردود إيجابي على ريادة الأعمال في مملكة البحرين. في خبر آخر، أعلن مصرف البحرين المركزي عن تسجيل تزايد ملحوظ في استخدام نظام التحويلات المالية الإلكتروني الذي تم إطلاقه في 5 نوفمبر في العام الماضي. وقد بلغت قيمة المعاملات المنجزة من خلال نظام التحويلات المالية الإلكتروني 700 مليون دينار بعد مرور عام على تشغيله. ويشكل النظام الجديد نقلة نوعية في مجال أنظمة التحويلات والمدفوعات في القطاع المصرفي، من حيث سرعة وسهولة توفير نظام للتحويلات المالية بين حسابات الزبائن في البنوك المحلية وباستخدام الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب الآلي. ويستمر المصرف المركزي في تعاونه مع القطاع المصرفي في اتخاذ التشريعات المناسبة لإدخال المزيد من الخدمات المتطورة في المستقبل المنظور. مشاهدينا، يمكن نظام التحويلات المالية اللي أطلقها المصرف المركزي بالتعاون مع شركة بنفيت جميع عملاء مصارف التجزئة من إتمام عمليات تحويل من أي حساب مصرفي إلى أي حساب آخر في غضون 30 ثانية فقط، وذلك عن طريق خدمة فوري بلس وبمبلغ لا يتجاوز 1000 دينار في اليوم كحد أقصى، إضافة إلى خدمة فوري ولتمتاز بإتمام التحويلات المالية في فترة زمنية محدودة. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نستعرض وإياكم مشاهدينا الآن أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث ساد اللون الأخضر كما هو موضح على الشاشة تداولات جميع الأسواق المالية باستثناء بورصة البحرين. وتصدرت كل من السوق المالية السعودية وبورصة قطر التداولات بنسبة ارتفاع بلغت 1.5%، تلتها أبوظبي ودبي بنسبة ارتفاع 1%. وبالنسبة لأداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1174 نقطة بانخفاض نسبته 0.27% مقارنة بإقفاله يوم أمس. وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين 8,160,000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 752,000 دينار تم تنفيذها من خلال 65 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهمها المتداولة 415,000 دينار أي ما نسبته 55% من القيمة الإجمالية للتداول.